الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من سلسلة دروس كتاب أصول الشاشي، الدرس الرابع قلنا للعلامة الشيخ الإمام نظام الدين الشاشي رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وأما العام الذي خص عنه البعض فحكمه أنه يجب العمل به في الباقي مع الاهتمام. لما أنهى الشيخ رحمه الله تعالى الكلام في الدرس الماضي عن الحكم العام الذي لم يخص منه شيء، شرع الآن في الكلام عن حكم العام الذي خص منه البعض. ولعلكم تذكرون أننا في الدرس الماضي قلنا التخصيص لغة معناه تمييز بعض الجملة بالحكم، فالتخصيص بمعنى التمييز. وذكرنا لكم كذلك أحبابي أن التخصيص في الاصطلاح معناه قصر اللفظ على بعض أفراده بكلام مستقل موصول. ذكرنا هذا الكلام في الدرس الماضي. والذي ينبغي أن نعلمه قبل أن نشرع في البحث الآن أن الأصول أن الأصوليين اختلفوا في العام بعد تخصيصه، هل يبقى حجة أو لا يبقى حجة بعد تخصيصه. الذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الكرخي وجماعة كذلك وافقوه، ذهبوا إلى أنه لا يبقى العام حجة بعد التخصيص. قالوا: ويتوقف فيه إلى البيان. نعم. وهذه المسألة أقول أبو الحسن الكرخي فيه تفصيل كبير بين العلماء، ليس الآن المجال ذكره. إذن القول الأول في العام بعد تخصيصه أنه لا يبقى حجة بعد التخصيص، وهو مذهب أبي الحسن الكرخي وعامة أهل الحديث، وتبعه على ذلك بعض علمائنا. أما مذهب عامة الأصوليين، إلى أنه ينظر في هذا العام الذي خصص. فإن كان المخصوص مجهولا قالوا يسقط حكم العموم، فلا يبقى العام حجة فيما بقي إذا كان المخصوص مجهولا. وسيأتي الكلام تفصيل حول هذه المسألة. أما إن كان المخصوص معلوما فيبقى العام حجة فيما وراء، فيما بقي يبقى حجة. واضح الكلام أحبابنا إن شاء الله تعالى. الآن الشيخ شرع في الحديث عن جزئية من جزئيات العام الذي خص منه البعض، فقال رحمه الله: وأما العام الذي خص عنه البعض فحكمه أنه يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال. وأما العام الذي خص عنه البعض فحكمه أنه يجب هكذا عندكم؟ عند البعض. نعم؟ كتبه عند البعض. شو عند البعض؟ خص عنه البعض فحكمه أنه يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال.
فإذا هنا قال الشيخ حكمه أنه يجب العمل به، يعني أنه لا يبقى قطعيا، انتبه، أنه لا يبقى قطعيا، ومع كونه لا يبقى قطعيا يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال، أي مع احتمال أن يطرأ التخصيص على باقي الأفراد العام، على باقي أفراد العام، سواء كان المخصوص مجهولا، سواء كان المخصوص مجهولا أو معلوما. كيف سواء كان المخصوص مجهولا أو معلوما؟ كأن يقول مثلا المدير للأستاذ، مدير المدرسة يقول للأستاذ أحسن إلى الطلاب، هذا عام، ولا تحسن إلى بعضهم، لحقه خصوص مجهولا معلوم مجهول، لحقه خصوص مجهول، هذا يجب العمل به، هذا يجب العمل به هذا العام، لكن هو ليس قطعيا صار الآن بعد التخصيص، هذا لحقه خصوص مجهول أو معلوم. يقول مثلا الحاكم أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه قال عاقب اللصوص، قال للقاضي عاقب اللصوص ولا تعاقب من تاب منهم، عاقب اللصوص هذا عام، خص منه معلوم، المخصوص هنا معلوم، ولا تعاقب من تاب منهم. فإذا أما العام الذي خص عنه البعض قلنا فحكمه أنه لا يبقى قطعيا ويجب العمل به في الباقي مع الاحتمال، مع احتمال ماذا؟ مع احتمال أن يطرأ التخصيص مرة ثانية على المتبقي بعد الخصوص الأول، سواء كان المخصوص مجهولا أو كان المخصوص معلوما. قال فإذا قام الدليل على تخصيص الباقي، يعني لما قال مثلا أحسن إلى الطلاب ولا تحسن إلى بعضهم، أحسن إلى الطلاب ولا تحسن إلى بعضهم، قوله الآن بقي عندنا جزء من الطلاب نحسن إليهم، هذا الجزء المتبقي يحتمل أن يلحقه تخصيص آخر. نعطيك مثال، مثلا عندنا الآن، مثلا الآن عندنا هنا 40 طالب تقريبا أو أكثر أو أقل، قلت قال المدير أحسن إلى الطلاب ولا تحسن إلى بعضهم، فأخرجت أنت البعض 20 طالبا، بقي من 20 العشرون الذين في اليمين، من هؤلاء 20 زيد من الطلاب، هؤلاء 20 يحتمل أن يلحقهم تخصيص، فيقول لك بعد ذلك ولا تحسن إلى زيد الذي هو من 20 المتبقية بعد التخصيص الأول. فهمنا؟ إذا يحتمل أن يلحقه تخصيص آخر بعد التخصيص الأول. قال فإذا قام الدليل، هذا معنى إيش؟ مع الاحتمال، فهمناها الآن. فإذا قام الدليل على تخصيص الباقي، قام الدليل على تخصيص الباقي بعد التخصيص الأول، قال يجوز تخصيصه بخبر الآحاد أو القياس. ليه؟ لأنه بعد التخصيص الأول لم يبقى قطعيا، لم يبقى قطعيا وإنما صار ظنيا. فإذا قام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقى الثلث، إلى أن يبقى الثلث. أي نعم، الثلاث عندكم؟ والله الثلاث أفضل، إلى أن يبقى، ماذا عندك؟ الثلاث، إلى أن يبقى الثلاث، إلى أن يبقى الثلاث. أي نعم، إلى أن يبقى الثلاث، أي إلى أن يبقى ثلاثة أفراد. إيه نعم، يعني بمعنى الكلام إلا إلى أن يبقى تحت العام ما يمكن العمل به، ما يمكن العمل به. إيه نعم،
الله. فهمنا أحبابنا؟ قال وبعد ذلك لا يجوز تخصيصه، أي يعني وبعد أن يبقى تحت العام ما يمكن العمل به وهو الثلاثة، وهو الثلاثة في اسم الجمع وهو الثلاثة، وبعد ذلك لا يجوز تخصيصه، يعني بدليل ظني، لا يجوز تخصيصه بدليل ظني، فيجب العمل به. ليه؟ لأنه لو لحقه بعد ذلك تخصيص صار نسخا، لو لحقه بعد ذلك تخصيص يصير نسخا ويصير إبطالا، يصير إبطالا. ونسخ عام الكتاب لا يجوز بدليل ظني، لا يجوز بدليل ظني، لذلك قال لا يجوز تخصيصه فيجب العمل به، يجب العمل به. إذا فهمنا وبعد ذلك يعني بعد أن يبقى تحت العام ما يمكن العمل به لا يجوز تخصيصه، لأنه إن لحقه التخصيص بعد ذلك كان نسخا، والعام الكتاب عام الكتاب لا يجوز نسخه بدليل ظني، بدليل ظني، فيبقى عاما مخصوصا يجب العمل به. قال وإنما جاز ذلك، وإنما جاز ذلك، وإنما جاز ذلك لأن المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضا مجهولا يثبت الاحتمال في كل فرد معين، فجاز أن يكون باقيا تحت الحكم، وجاز أن يكون داخلا تحت دليل الخصوص، فاستوى الطرفان في حق المعين. نقرأ الكلام من أوله. وإنما جاز ذلك، يعني وإنما جاز تخصيص العام، وإنما جاز تخصيص العام بخبر الواحد والقياس بعد تخصيصه بدليل قطعي، وإنما جاز ذلك لأن المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة، المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة المحكوم عليها، لأن المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضا مجهولا كأن يقول الأمير، أو الأمير كأن يقول الأمير أكرم حملة القرآن، لا تكرم بعض حملة القرآن، هذا أخرج ماذا؟ بعضا مجهولا، لأنه لو أخرج بعضا مجهولا يثبت الاحتمال، يثبت الاحتمال في كل فرد معين، يعني يثبت احتمال التخصيص في كل فرد معين وهم جميع حملة القرآن. لما أخرج بعضا مجهولا أكرم حملة القرآن ولا تكرم بعض حملة القرآن، هذا البعض الذي أخرج يحتمل أن يكون متناولا لكل فرد من أفراد جملة حملة القرآن. قال لو أخرج بعضا مجهولا يثبت الاحتمال، أي يثبت احتمال التخصيص في كل فرد معين وهم حملة القرآن في مثالنا هذا، فجاز أن يكون ذلك الفرد الذي ثبت احتمال التخصيص فيه، هذا تقدير الكلام، فجاز أن يكون ذلك الفرد الذي ثبت احتمال التخصيص فيه باقيا تحت حكم العام، وهو أن يشمله الإكرام في مثالنا هذا، فلا يشمله التخصيص، جاز أن يكون كذلك، وجاز أن يكون داخلا تحت دليل الخصوص فلا يدخل تحت القوم المكرمين،
فاستوى الطرفان، فاستوى الطرفان اللذان هما الدخول تحت دليل الخصوص وعدم دخوله تحت دليل الخصوص. قال فاستوى الطرفان في حق المعين، في حق المعين بالإكرام، فاستوى الطرفان في حق المعين. واضح؟ بعدما كان، بعدما كان قطعيا، الآن صار في عندنا طرفان، إما أن يدخل أن يشمله التخصيص أو لا يشمله التخصيص. فهمنا العبارة أحبابنا؟ هنعيد نقرأ العبارة من أول وجديد، إن حصل إشكال لديك بتسأل. قال وإنما جاز ذلك، ماذا ذلك؟ تخصيص العام، تخصيص العام بخبر الآحاد أو القياس بعد تخصيصه بدليل التخصيص الثاني. إيه نعم، التخصيص الثاني. وإنما جاز ذلك لأن المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة، عن الجملة لو أخرج بعضا مجهولا يثبت الاحتمال، احتمال ماذا؟ التخصيص. يثبت الاحتمال في كل فرد معين، فجاز أن يكون باقيا، يعني فجاز أن يكون ذلك الفرد الذي ثبت احتمال التخصيص فيه، فجاز أن يكون باقيا تحت حكم العام، وجاز أن يكون داخلا تحت دليل الخصوص. فاستوى الطرفان في حق المعين، فاستوى الطرفان في حق المعين. دليل من الشريعة. سيأتي الآن، سيأتي الآن معنا. سيدة عندي بالكسر بالمعين، معين المعين. لا المعين موضوع، في حق المعين خطأ. فاستوى الطرفان في حق المعين بالإكرام، يعني في حق المعين بالإكرام. قال فإذا قام الدليل الشرعي، فإذا قام الدليل الشرعي، يعني الشيخ الآن أراد أن يبين لك كيف كان أول شيء كان التخصيص العام لا يكون إلا بدليل قطعي. ليه؟ لأنه قطعي. بعد ذلك جاز أن نخصصه بدليل ظني. ليه؟ لأنه صار ظنيا. كيف صار ظنيا؟ بينه لك. فالآن بين لك الشيخ كيف صار العام بعد تخصيصه بقطعي ظنيا، كيف صار ظنيا. قال فإذا قام الدليل الشرعي على أنه، على أن المعين، فإذا قام الدليل الشرعي على أنه، أي على أن المعين من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص، ترجح جانب تخصيصه. انتبه علي، احنا العام عندما يلحقه التخصيص إما أن يكون المخصوص مجهولا أو معلوما. تحدث الآن لنا عن عن المسألة فيما لو كان المخصوص مجهولا، الآن سيتحدث فيما لو كان المخصوص معلوما، لأن القصد من هذا الكلام أن يبرهن لك، أن يبين لك لما صار العام، لما صار العام ظنيا بعدما كان قطعيا. صار العام بعد التخصيص ظنيا بعدما كان قطعيا. فهمنا أحبابنا؟ فبين لك الآن وجه كونه ظنيا فيما لو كان المخصوص مجهولا. سيبين لك الآن كونه ظنيا فيما لو كان المخصوص معلوما. قال وإن كان المخصص أخرج بعضا معلوما عن الجملة، وإن كان المخصص أخرج بعضا معلوما عن الجملة، كأن يقول الأمير، أمير المؤمنين يعني، أكرم القضاة ولا تكرم
القضاة المرتشين، يكون بذلك قد أخرج مرتشي، أخرج إيش؟ مخصوصا معلوما، المخصوص معلوما. إذا قال وإن كان المخصص أخرج بعضا معلوما عن الجملة جاز أن يكون معلولا بعلة، جاز أن يكون ذلك البعض المعلوم المخرج ذلك أن جاز أن يكون ذلك المعلوم المخرج معلولا بعلة موجودة في غير هذا الفرد المخرج المعين. واضح الكلام؟ لما قال أكرم القضاة لا تكرم القضاة المرتشين، علة عدم الإكرام ما هي؟ الرشوة. فلما أخرج 10 من القضاة لم يكرمهم، لم يكرمهم، ألا يحتمل أن تكون هناك، أن يكون هناك قاض مرتش لا يعلمه ذاك الذي أخرج القضاة المرتشين؟ هذه العلة يحتمل أن تكون موجودة في شخص ولكنه مستور. إذن جاز أن يكون، أن يكون من؟ ذلك البعض المعلوم المخرج معلولا بعلة موجودة في غير هذا الفرد المعين. فمثلا لو قال الأستاذ عاقب الطلاب، عاقب الطلاب الذين غابوا عن الدرس، لا تعاقب زيدا، لا تعاقب زيدا، مع أن زيد كان من الذين غابوا عن الدرس. عاقب الطلاب الذين غابوا عن الدرس، لا تعاقب زيدا. بعد التفتيش والتمحيص عن العلة التي أخرجت زيدا من العقاب، علم أن غيابه، أن غيابه كان بسبب حادث حصل في السيارة التي كانت تنقله من البيت إلى المدرسة. فوجدنا أن من الغائبين الذين شملهم العقاب عمر وبكر، عمر وبكر كانوا معه بنفس العربية، بنفس السيارة، بنفس العربية، إلا أن التخصيص هنا ما لحقهم هم. واضح؟ فالتخصيص إذن بهذه الصورة ينجر إلى من؟ إلى عمر وبكر. فإذا جميع الأفراد الذين هم معاقبون يوجد احتمال أن يخرجوا من تحت العقاب إذا ما شاركوا زيدا بالعلة التي أخرجتهم من العقاب. فلذلك كان جاز تخصيص العام الذي، العام الذي خص منه البعض المعلوم جاز تخصيصه بدليل ظني، لأنه صار ظنيا للاحتمال، لطرق احتمال التخصيص فيه بالعلة التي خرج منها ذلك المخصوص. وضحت المسألة يا أحبابنا؟ نعيد فنقرأها مرة ثانية. قال فإذا وإذا وإن كان المخصص أخرج بعضا معلوما عن الجملة جاز أن يكون، يعني ذلك البعض المعلوم المخرج معلولا بعلة موجودة في غير هذا الفرد المعين، في غير هذا الفرد المخرج المعين. وأبقي هذا المثال الذي ذكرته لك في ذهنك تتضح لك المسألة بشكل كامل إن شاء الله. الله. قال فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة التي هي الحادث، حادث العربية السيارة، في غير هذا الفرد المخرج المعين، ترجح جهة تخصيصه، ترجح طول انتبه 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 اسمع. فإذا قام دليل، فإذا قام الدليل الشرعي على وجود، لك يا ابني أنت عندما يقرأ الشيخ، أنت هذا الكتاب يعني من الذي ضبطه؟ يعني أنت الشيخ ترجع
أنت قدرت ترجح يعني أنت تعرف من ضبط هذا الكتاب تريه نفهم الحبار أولا يعني وكأن يعني أنا أضع نظارات يا أخي أنا أرى أكثر منك ترجع قال فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة في غير هذا الفرد المعين قال ترجح جهة تخصيصه ترجح جهة يصح أن أقول ترجح أو تترجح إما نقول تترجح ولكن الكتاب بالتاء واحدة بتاء واحدة فترجح جهة تخصيصه يعني جهة تخصيص ذلك الغير الذي وجدت فيه العلة ترجح جهة تخصيصه فيعمل يعني المخصص به أي بالباقي بعد التخصيص المعلوم مع وجود الاحتمال مع وجود الاحتمال أي لاحتمال وجود العلة لاحتمال وجود العلة التي أخرجت المخصوص لاحتمال وجود هذه العلة في الذي لم يخص لاحتمال وجود العلة التي أخرجت المخصوص في الذي لم يخص فهمنا أحبابنا إذن هي ترجح وليس ترجح ولا ترجح صح العبارة عندنا إما أن نقول ترجح أو تترجح إذن حكم يبقى ظنيا يبقى العام بعد تخصيصه ظنيا لما؟ لوجود الاحتمال في الباقي بعد التخصيص لوجود الاحتمال فهمنا أحبابنا نقرأ العبارة من أول وجديد مرة ثانية قال وإن كان المخصص أخرج بعضا معلوما عن الجملة جاز أن يكون يعني ذلك البعض المعلوم المخرج معلولا بعلة موجودة في غير هذا الفرد المعين فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة في غير هذا الفرد المخرج المعين ترجح جهة تخصيصه فيعمل به مع وجود الاحتمال فيعمل يعني من الذي يعمل؟ المخصص فيعمل المخصص به بمن؟ بالاحتمال بالباقي فيعمل المخصص بالباقي بعد تخصيص المعلوم مع وجود الاحتمال يعني لاحتمال وجود العلة في باقي العام الذي لم يخص لاحتمال وجود العلة التي أخرجت المخصوص لاحتمال وجودها في الباقي الذي لم يخص وهذا الاحتمال يجعل العام بعد التخصيص ظنيا هذا الاحتمال يجعله ظنيا فيجوز تخصيصه بخبر الآحاد أو بالقياس نعم ما فهمت أي جملة يا أنت فهمت المثال الذي ذكرته لا فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة التي أخرجت ذلك القسم المخصوص يعني عندما قال الأستاذ أو المدير عاقب الطلاب الذين غابوا عن الدرس ولا تعاقب زيدا فيسأل بعض الطلاب الذين غابوا عن الدرس لما لا تعاقب زيدا فيقول لهم المدير لأنه كان هو آتي إلى المدرسة حصل معه حادث في السيارة فيقوم زيدا وعمرا وبكر فيقول كل واحد منهما نحن كنا معه في السيارة وحصل معنا نفس الحادث فإذا العلة في إخراج زيد ما هو؟ حصول حادث العربية معه فلما قام الدليل على أن عمر وبكر حصل معهم نفس العلة أخرجا قام الدليل الشرعي الآن فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة في غير زيد هذا الذي أخرجناه من العقاب استثنيناه من العقاب وجد في عمر وبكر جاز أن يلحق التخصيص غير بكر غير زيد ليه؟ لوجود العلة المشتركة في الأفراد الباقي في بعض الأفراد الباقي فلذلك لاحتمال وجود هذه العلة كان الباقي بعد تخصيص العام بدليل قطعي كان ظنيا واضح؟ يعني
التخصيص الأول لازم يكون قطعياً أولاً. طبعاً الدليل التخصيص الأول لابد أن يكون بدليل قطعي للعام، لأن العام قطعي عندنا. العام قطعي لا يخص إلا بدليل قطعي، فلما خصصناه بدليل قطعي الباقي صار ظنياً. ليه؟ لوجود الاحتمال. حتى يبقى الثلاثة بعد الثلاثة يكون لا يصح، لا يلحق التخصيص، لا لأن تخصيصه صار نسخاً. إلى تخصيصه صار نسخا. ثم قال الفصل الثاني في المطلق والمقيد، في المطلق والمقيد. الله، نقرأ شيئا من هذا البحث. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر المطلق والمقيد عقيب العام، يذكر المقدمة، يعني البحث بحاجة لهذه المقدمة التي سأذكرها لكم. الشيخ رحمه الله ذكر المطلق والمقيد عقيب العام والخاص لوجود مناسبة، لوجود المناسبة بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص. لأن المطلق، المطلق من معانيه هو الشائع في جنسه، بمعنى أنه جزء، المطلق وجزء من الحقيقة المحتملة أو المشتملة على أجزاء كثيرة، على أشياء كثيرة. والمقيد كذلك، المقيد من معانيه، وسأذكر لكم الآن تعريف المطلق والمقيد، أنه هو ما أخرج، ما أخرج عن الشيوع بوجه ما، ما أخرج عن الشيوع بوجه ما، يعني كان شائعا ثم أخرج عن هذا الشيوع بوجه ما. كأن تقول رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. فلما تقول رقبة مؤمنة أخرجت بهذا القول شيوع الرقبة في المؤمنة وغيرها، أخرجت أنت الشيوع الذي كان يحيط بكلمة رقبة. لما قلت مؤمنة أخرجت هذه الرقبة عن الشيوع في المؤمنة وغيرها. لذلك لما عرف العلماء المطلق قالوا هو المطلق هو اللفظ الخاص. وننتبه أن المطلق، المطلق هناك تعريف متعددة للمطلق وتعريف متعددة للمقيد كذلك. المطلق في الأصل هو لفظ خاص، والمقيد كذلك هو لفظ خاص. فلما عرفوا المطلق قال المطلق هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع. المطلق هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو على أفراد على سبيل الشيوع، يدل على فرد خاص أو على فرد شائع عفوا، أو على أفراد على سبيل الشيوع، ولم يتقيد بصفة من الصفات، ولم يتقيد. فالمطلق هو اللفظ، المطلق هو اللفظ الخاص الذي يدل، لفظ خاص يدل على فرد شائع أو أفراد، يدل على أفراد على سبيل الشيوع، ولم يتقيد بوصف من الأوصاف، لأنه إذا قيد بوصف صار مقيد. صار مقيدا. نعم، صار مقيدا. مثال المطلق، أمثلة المطلق كثير. تقول رجل، رجال، كتب، كتاب، طائر، طيور، طالب، طلاب. فهذه الكلمات ونظيرها كثير لا حصر له تدل على فرد، طالب أو طلاب، يدل على فرد شائع في جنسه، على فرد شائع في جنسه. أو يدل، عندما تقول طلاب، طيور، كتب، يدل على أفراد غير معينة، يدل على أفراد غير معينة. أي نعم، طبعا دون أن، دون المطلق، أنت عندما تطلق اللفظة تطلقه دون ملاحظة العموم والاستغراق، دون ملاحظة العموم والاستغراق. أما المقيد
المقيد كما قلنا قبل قليل هو لفظ، هو بالأصل المقيد، وبالأصل ماذا يكون بالأصل؟ المقيد هو هو مطلق بالأصل، هو مطلق، هو مطلق. فلما عرفوا المقيد كذلك قال هو لفظ خاص، هو لفظ خاص يدل على فرد شائع مقيد بصفة، مقيد يدل على فرد شائع مقيد بصفة من الصفات. هذه الصفة هي التي أخرجته من الإطلاق إلى التقييد، أو تقول هو اللفظ الدال على مدلول معين، هو اللفظ الدال على مدلول معين. تتعلق بالمطلق والمقيد أبحاث أو نقاط كثيرة الشيخ رحمه الله تعالى أهملها وما ذكرها، وكأنه أراد الشيخ الشاشي رحمه الله تعالى أن يركز على نقطة واحدة وهي الحديث على عام الكتاب، الحديث فقط على عام الكتاب. إذا على عام الكتاب، وهل يجوز تقييده بخبر الآحاد والقياس أو لا يجوز ذلك؟ أراد التركيز على هذه النقطة وأتى بأمثلة كثيرة. وإلا كما قلت المطلق والمقيد حوله كلام، كذلك المطلق والمقيد أظن أن الذي أشبع الكلام عنه هو الشيخ البخاري في كشف الأسرار، أشبع الكلام عنه وذكر في معظم مسائله تبعا لكتاب البزدوي. شرع الآن الشيخ رحمه الله تعالى في الحديث عن ماذا؟ عن مطلق الكتاب فقط، عن مطلق الكتاب فقط، وذكر حكما عاما الشيخ فقال ذهب أصحابنا إلى أن المطلق من كتاب الله إذا أمكن العمل بإطلاقه، إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لا يجوز. الزيادة إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لا يجوز. لما لا يجوز؟ قال لأن انتبه، لأن الإطلاق، أنت كمتكلم عندما تتكلم بكلمة فتطلقها دون أن تقيدها بوصف، يكون هذا الإطلاق مقصودا أم غير مقصود؟ يكون مقصودا، يكون مقصود. فتقييد الكلام المطلق ماذا يعني؟ إلغاء هذا الإطلاق، تقييده إلغاء هذا الإطلاق ورفع لذلك الوصف الذي هو مقصود، ورفع المقصود نوع من أنواع النسخ. ومطلق الكتاب قطعي، فلا يجوز إذن نسخه بالكتاب عفوا بخبر الآحاد أو القياس. أعيد فأكرر، الإطلاق في الكلام وصف مقصود، وتقييده تقييده إبطال لذلك الوصف المقصود، ورفع لذلك الوصف المقصود. والإبطال والرفع نوع من أنواع النسخ، ونسخ الكتاب لا يكون إلا بدليل قطعي، وكل من خبر الآحاد والقياس ظني، فلا يجوز إذن تقييد مطلق الكتاب بمقيد بخبر الآحاد أو القياس. مثاله الآن سيعطيك أمثلة، نقرأ مثالا ونكتفي به. قال مثاله في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، مثاله في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، قال فالمأمور به هو الغسل على الإطلاق، المأمور به هو الغسل على الإطلاق. ماذا يعني على الإطلاق؟ يعني سواء كان هذا الغسل مقترنا بنية أم غير مقترنا بها، وسواء كان مرتبا أم غير مرتب،
وسواء والى المتوضئ بين أعضاء الوضوء في الغسل أو لم يوالي، وسواء ابتدأ الوضوء بالتسمية أو لم يبتدئ الوضوء بالتسمية. قال: فالمأمور به هو الغسل على الإطلاق، مثاله في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. فالمأمور به هو الغسل على الإطلاق، فلا يزاد عليه، فلا يزاد على المأمور به وهو الغسل على الإطلاق. لما لا يزاد عليه؟ لأن لما أطلق الباري تبارك وتعالى الغسل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أطلق الغسل. الإطلاق قلنا وصف مقصود، فرفع هذا الوصف، رفع الإطلاق عن الغسل، يكون نسخا تغييرا لحكم الكتاب، تغييرا لحكم الكتاب. قال: فلا يزاد عليه شرط النية والترتيب كما ذهب إليه الشافعي والموالاة، وكذا لا يزاد عليه شرط الموالاة كما ذهب إليه الإمام مالك، ولا التسمية، وكذلك لا يزاد عليه شرط التسمية كما ذهب إليه بعض الحنابلة. وكل ذلك شرط النية والترتيب والموالاة والتسمية، كل ذلك ثابت بخبر الآحاد، بخبر الآحاد. ولكن يعني نظرا لثبوت هذه الأخبار، الترتيب والموالاة والتسمية، نظرا لثبوت هذه الأخبار، ونظرا للزوم العمل بها، ونظرا للجمع بين الأدلة، ونظرا لعدم إهمال دليل شرعي، ماذا نفعل؟ قال: ولكن قال أئمتنا: يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب، حكم الكتاب الإطلاق يبقى مطلقا. فيقال: الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب، والنية يعني والترتيب والموالاة والتسمية كل ذلك سنة بحكم الخبر، ونكون بذلك جمعنا بين الأدلة وأعملنا جميع الأدلة. قال: وكذلك، يعني إيش وكذلك؟ يعني مثل ما تركنا العمل في خبر الآحاد فلم نقيد به المطلق في مسألة الغسل المتقدمة في الوضوء، وأبقينا المطلق هناك على إطلاقه، وكذلك قلنا في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إن الكتاب جعل جلد 100 حدا للزاني، إن الكتاب جعل جلد 100 عقوبة زاجرة عن وقوع الوقوع في الزنا. وقد وقع، الجلد في النص هنا، وقد وقع الجلد في النص هنا مطلقا. قال: فاجلدوا، وقع النص هنا الجلد في النص مطلقا. فإذا فلما وقع الجلد في النص مطلقا، هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون الجلد كافيا في إقامة الحد، هذا يقتضي أن يقع، أن يكون الجلد كافيا في إقامة الحد وفي إقامة الزجر شرعا، سواء كان مقرونا هذا الجلد بالتغريب كما ذهب إليه الشافعية أو لم يكن مقرونا بالتغريب، لأن النص دل على أن الزجر وعلى أن الحد يكون بالجلد مطلقا دون التقييد بشيء آخر. قال: إن الكتاب جعل جلد 100 حدا للزاني، فلا يزاد عليه التغريب حدا، يعني على وجه الحد لا يزاد التغريب عليه حدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، لأن هذا التغريب ثابت بخبر الآحاد، وجعل التغريب من جملة الحد ماذا يكون؟ يكون زيادة على نص الكتاب الدال على الاكتفاء بالجلد زجرا عن الزنا،
وحدا للزاني. نعم. والزيادة كما تعلمون نوع من أنواع النسخ، والنسخ لابد أن والناسخ لابد أن يكون في قوة المنسوخ، والمنسوخ هنا قطعي، فلا بد أن يكون الناسخ كذلك قطعي. كيف يكون التغليب؟ التغليب أن يهجى، ينفى، يعني ينفى إلى غير بلده، ينفى إلى غير بلده. هنا إن الكتاب جعل الجلد، جعل الجلد، جعل جلد المئة حدا للزنا أو للزاني؟ حدا للزنا، حدا للزنا، يعني جعله عقوبة زاجرة عن الوقوع في الزنا. أنا قلت الزاني؟ طيب، حدا للزنا. بل يعمل بالخبر، يعني يعمل بالخبر الدال على مشروعية التغريب، بل يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب. كيف؟ قال: فيكون الجلد حدا شرعيا بحكم الكتاب، والتغريب مشروعا سياسة بحكم الخبر. ماذا يعني سياسة؟ يعني الحاكم، للحاكم أن يضيف إلى الحد إن رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، يضيف إلى الحد النفي والتغريب لمدة سنة مثلا، وإن رأى أن الأمر لا يقتضي، لا يحتاج ذلك، يكتفي بالجلد. فإذا إضافة التغريب إلى الجلد هو إضافة سياسية مرجعها إلى قناعة الحاكم والقاضي. ثم قال: وكذلك قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لإصرار فاتحة.